قطرة عرق في ميدان التدريب توفر على المقاتل قطرة دم في ميدان المعركة. من منطلق هذه القاعدة العسكرية نفذت قيادة القطاع الشرقي لجبهة مريس وقيادة الكتيبة الأولى في اللواء 83 مدفعية رحلة تدريبية لسرية من أفراد الجيش الوطني بمحافظة الضالع. هذه الرحلة تجمع بين مع حرارة الجو والتعب والمشقة الذي يقطعها مجموعة من الشباب المقاتل إلا أنها تدعم هناك روح الأخوة والجهاد والمعنويات التي تعني أن نحن مستمرون على الدفاع عن أرضنا وأرضنا وكرامتنا وإننا قادمون وإن معنوياتنا مرتفعة عالية. هذه المجموعة تعني أو الجمع والحشد في هذه الأماكن صعبة التدرب للقتال والاستعداد والجاهزية تعني روح الأخوة وإننا جسد. الرحلة ليست لغرض الترفيه والنزهة لكنها لغرض التدريب وتعميق الروح القتالية لدى المشاركين، بالإضافة إلى إكسابهم ما أمكن من خبرات عسكرية في عمليات الهجوم والاقتحام وكذا الطرق المثلى لاستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. يكون القيادة بذل جهد كبير من أجل يعني إرقاء الشباب يعني كي يخوضوا معارك وأي مواجهة طوارئ سواء في الجبهة. تبقى مثل هذه الأنشطة والتدريبات العسكرية أمور مهمة لبناء جيش يتسلح بروح قتالية عالية ومهارات تدريبية تساهم في عملية استكمال التحرير. فوز المريسي، قناة سهيل، من منطقة مريس، محافظة الضالع.